السلام عليكم ورحمة الله. 6 أشهر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي عرفتها تركيا في 15 من تموز يوليو من العام الماضي، لا زالت الأسئلة تراوح مكانها: من؟ كيف؟ متى اتخذ قرار الانقلاب؟ وغيرها من الأسئلة المعلقة إلى حد الآن. ولكن تداعيات الانقلاب على التوجهات العامة للسياسة الداخلية والخارجية للحكومة التركية يمكن رصد ملامحها بشكل جلي في عدة مستويات وقطاعات، وتبقى ردة فعل الشعب التركي وخروجه للشارع معلنا تصديه وليس رفضه فقط للانقلاب والانقلابيين من أبرز محطات 15 من تموز يوليو من العام الماضي، حتى أن البعض يتحدث أن تاريخا جديدا لتركيا بدأ يتشكل منذ ذلك اليوم. أهلا بكم في حلقة اليوم من أوراق تركية، تركيا 6 أشهر بعد الانقلاب. ضيفنا في الاستوديو دكتور سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة صباح الدين زعيم. أهلا بك دكتور. شكرا. ودكتور سعيد الحاج الكاتب وباحث مختص في شأن تركيا. أهلا بك دكتور سعيد. أهلا وسهلا بكم. ولكن قبل أن نخوض في مجمل محاور حلقة اليوم نتابع بعض هذا التقرير ثم نعود. 6 أشهر كاملة مرت على المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، لم تعد بعدها الأخيرة كما كانت قبلها، ليس فقط لأنها أول محاولة انقلابية تفشل في تاريخ تركيا الحافل بمثيلاتها، بما قد يعني إزدال الستار نهائيا على إمكانية الانقلاب مستقبلا على الأقل نظريا، ولكن أيضا لانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على تركيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا في الداخل والخارج. فقد شكل انقلاب صدمة كبيرة في الشارع التركي، إذ أتى بعد 14 عاما من الاستقرار السياسي والاقتصادي بلا أي مقدمات، فضلا عن دمويته وأحداثه الصادمة بما في ذلك قصف البرلمان وقيادة أركان الجيش وإطلاق النار على المواطنين من المروحيات ومحاولة قتل الرئيس وغيرها من التطورات. في المشهد الداخلي التركي كانت مبادرة المواطنين للنزول إلى الشارع إذانا بوعي فارق عن سابق الانقلابات، مما أدى إلى شعور عارم بالغضب على الانقلاب مقرونا بالفخر بشهداء الانقلاب، وهو شعور غذته السياسات والقرارات الحكومية على مدى الشهور الفائتة. وأما على المستوى السياسي فقد خفتت حدة الاستقطاب السياسي وسادت روح يينيكابي التي جمعت الحكومة والمعارضة على موقف واحد رغم التباينات السياسية، بيد أن الانعكاسات الأهم طالت المؤسسات العسكرية والأمنية فضلا عن مؤسسات الدولة ومختلف الوزارات، حيث بدأت فيها حملة لمكافحة أنصار الكيان الموازي ضمن سياسة إعادة الهيكلة، وهي عملية ما زالت مستمرة حتى اليوم. متنت الجبهة الداخلية وفق بعض المراقبين وأدت لبعض الثغرات الأمنية وفقا لآخرين. وأما في السياسة الخارجية فقد دفعت المحاولة الانقلابية الفاشلة وتبعاتها تركيا لتسريع عملية التقارب مع روسيا والتدخل العسكري المباشر في سوريا ضمن عملية درع الفرات، والتباعد بشكل كبير جدا عن حلفائها التقليديين في الغرب وصلت إلى حدود القطيعة. ويبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى حصنت تركيا نفسها في مواجهة الانقلابات العسكرية وأغلقت هذا الباب للأبد؟ أم إن الانقلابات ما زالت ممكنة فيها وإن بصيغ مختلفة؟ وما هي التحديات المستقبلية التي ستواجهها وهي على أعتاب تحولات تاريخية ومحورية في نظامها السياسي سيرسم مسارها على مدى أعوام طويلة قادمة؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام بحلقة اليوم من أوراق تركية. كما شاهدنا دكتور سمير دكتور سعيد، يعني التقرير تقريبا وضعنا في إطار المكاني والزماني للأحداث، ولكن دائما السؤال يطرح نفسه: ماذا حدث يوم 15 من تموز يوليو العام الماضي دكتور سمير؟ نعم، اسمح لي أولا أن أحييك أشكركم على هذه الاستضافة وأحيي صديق الدكتور سعيد أيضا. محاولة انقلابية فاشلة لكنها تختلف عن المحاولات التي نعرفها، المحاولات الكلاسيكية إذا جاز التعبير في تركيا. تركيا نحن نحصي 5 محاولات، 5 محاولات انقلابية في تركيا، بعضها نجح وبعضها فشل بين 1960 و 2016. هذه المرة في 15 يوليو تموز المنصرم العملية كانت مختلفة تماما برأيي، لأنه الجهات المتهمة بالوقوف وراء هذه المحاولة
تختلف عما كنا نناقشه في التاريخ السياسي التركي في موضوع الانقلابات السابقة. ثانيا طريقة التحضير لهذه العملية. ثالثا ردة الفعل التي حصلت بعد العملية. لماذا؟ باختصار أقول لك هذه المرة الذي جرى أنه التهمة موجهة لجماعة جولان، فتح الله جولان، بأنها هي التي خططت ونفذت هذه المحاولة الانقلابية. لكن في سيناريو آخر اسمه نحن نسميه نظرية المؤامرة، أنه هذه الجماعة ليست بمفردها من نفذ هذه العملية، هناك أصابع وجهات وقفت إلى جانبها ودعمتها وحركتها بشكل أو بآخر. سنأتي لمن قام بالانقلاب وأطراف الخارجية المتورطة في الانقلاب، ولكن قبل ذلك دكتور سعيد، يعني خلفيات هذا الانقلاب، لأن تحرك كما ذكرنا في التقرير كان دمويا، كان أكثر انقلاب دموي عرفته تركيا، الدافع لدموية هذا الانقلاب. مساء الخير لك وللدكتور وللمشاهدين. وبطبيعة الحال الفروقات التي ذكرها الدكتور سمير مهمة جدا في فهم المشهد، بمعنى ليست المؤسسة العسكرية ككل هي التي قامت بهذا الانقلاب كما سابقيه، ليس التيار الكمالي العلماني داخل المؤسسة العسكرية الذي قام، ولكن فتح الله جولان على الأقل هذه هي السردية الأساس التي نحن بصددها منذ 15 من تموز يوليو. الأمر الثالث حصولها في ساعة مبكرة جدا وليس في منتصف الليل أدى إلى ردة فعل شعبية وما حصل. والأمر الرابع هو دمويتها بشكل كبير جدا. يعني الانقلابات العسكرية السابقة في تركيا كان الشعب يصحو على انقلاب عسكري، الأمور استتبت، القيادة السياسية مغيبة وتسير الأمور بهذه الطريقة. هذه المرة لا، كان هناك مواجهة في الشارع وكان هناك دموية، محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، اعتقال رئيس الأركان، قصف البرلمان، قصف رئاسة الأركان، قصف المحيط المجمع الرئاسي، قصف المواطنين في أمام الأمنيات أو يعني مديرية أمن اسطنبول وبلدية اسطنبول وما إلى ذلك، قصف من المروحيات بالرصاص الحي وما إلى ذلك. تحدث عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى في هذه المحاولة، وبالتالي فعلا طبعت نفسها، رسخت نفسها محطة مهمة في تاريخ تركيا الحديث. الأسباب بطبيعة الحال أعتقد جزء منها متعلق بالأداء أو المجموعة التي نفذت، والتي يفترض أنها فعلا على الأقل الجزء الأساسي منها من التنظيم الموازي أو من جماعة جولان، وجزء آخر متعلق بالدعم الخارجي. يعني ما نفهمه في العلوم السياسية وفي العلاقات الدولية أن من يحاول القيام بانقلاب عسكري يريد السيطرة على الأرض على الحكم في الداخل، ويريد أيضا قبولا خارجيا دولية. وبالتالي صعب جدا أن يقوم أحد بانقلاب عسكري في دولة تحديدا مثل تركيا على هامش أزمة سوريا والعراق وما إلى ذلك دون أن يكون له على الأقل في الحد الأدنى ضوء أخضر من أمر خارجي. وبالتالي نحن نتحدث عن صراع الحكومة مع الكيان الموازي من جهة، ويبدو أن هذا الكيان وصل لقناعة أنه أي تأخر في هذا التحرك سوف يفقد أو يخسر المعركة نهائيا. نعرف أنه اجتماع مجلس الشورى العسكري الذي كان مقررا في شهر أغسطس آب كان سوف يفصل مئات من هؤلاء الضباط، وبالتالي استعجل. والأمر الثاني هو الجزء الخارجي أو البعد الخارجي الذي له علاقة بسياسة تركيا الخارجية، ومن الواضح أن الرسالة كانت التي يجب أن تصل للقيادة التركية أنه لم يعد هناك أي رضا، هناك غضب عارم على السياسة الخارجية التركية التي تتخطط خطوطا حمراء بالنسبة للبعض. ممكن نحن لو حددنا من قام بالانقلاب يمكن أن نعرف يعني أسباب هذا الانقلاب. السؤال الآن، هل فعلا جماعة فتح الله جولان هي التي كانت وراء الانقلاب، دبرت، خططت، نفذت؟ يعني على المستوى القانوني القضائي التحقيقات الآن تذهب بمنحى أنه جماعة جولان هي التي تقف، على ضوء ما نسمعه التقارير وفزلكت الادعاء العام في أكثر من مدينة تركية، الاستجوابات، عمليات التحقيق، الاعترافات، كل هذا يذهب بهذا المنحى. لكن رسميا حتى الآن جماعة لم تعلن مسؤوليتها عن هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، بالعكس هي تقول أنه لا علاقة لها بها وأن هناك من يحاول أن يورطها بشكل أو بآخر في هذه المحاولة. لكن أنا عندي مساهمة بسيطة فقط أقول لك يعني رأيي فيها، أنه هذه المرة في هذه في محاولة الانقلابية رأينا أنه جماعة جولان كانت تريد أن تلعب ورقة المؤسسة العسكرية كما حدث في الانقلابات السابقة، لذلك برأيي فشلت. لماذا؟ لأنه قرار التخطيط والتحضير والتجهيز لم يكن داخل المؤسسة العسكرية وعلى مستوى المؤسسة العسكرية، التخطيط والتحضير والتنفيذ كان خارج المؤسسة العسكرية، نقطة أدت إلى فشل سريع لهذه الانقلاب، نقطة أولى. نقطة ثانية أنه ليست المؤسسة العسكرية كما حدث في السابق هي التي خططت ونفذت، لذلك رأينا أنه هذا الانقلاب فشل قبل أن يولد. يعني في الساعات الأولى كان هناك انقسام في المؤسسة العسكرية، رد سريع داخل المؤسسة العسكرية قبل أن تتحرك
حتى القيادات السياسية، ونرى الشارع يتحرك في الساعات التي تلت هذه المحاولة. دكتور سعيد، تحدثت عن البعد الخارجي. البعد الخارجي من أسباب الانقلاب، ممكن دفع الانقلابيين للقيام بهذه المحاولة، ولكن هل الخارج الأجنبي، أطراف دولية كانت داعمة للانقلاب؟ لأنه لحد الآن ملامح هذا الانقلاب خاصة في هذا الزاوية لازالت غامضة. شوف، في التصريحات الرسمية التركية أول ساعات خلف الانقلاب كان هناك حديث واضح جدا عن دور خارجي، وحتى كان هناك حديث وتلميح للولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح جدا. بعد ذلك وتحديدا في على هامش عملية درع الفرات، واضح أنه اللهجة أو الخطاب السياسي الرسمي التركي غيب أو يعني نحى هذه الجزئية. الآن لا نستطيع فقط أن نتحدث عن نظرية المؤامرة ولا حتى عن التسريبات الإعلامية التي ظهر لاحقا بعد سبع وأشهر أن بعضها غير دقيق في ليلة الانقلاب، لكن أنا أعتقد أن هناك ثلاث أو أربع سياقات على الأقل تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية إن لم تكن يعني متواطئة في مكان ما في هذا الانقلاب، فهي على الأقل كانت على علم وقد أعطت الضوء الأخضر. جزء منها له علاقة بأنه فعلا الكيان الموازي بفتح الله جولان تاريخيا له علاقات ممتازة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية، هو مقيم هناك منذ 99 من القرن الماضي، هو لديه مئات المؤسسات هناك، ومعروف بأنه يقدم نفسه على أنه الإسلام المعتدل والمفتح على الغرب والآخر وما إلى ذلك. أكثر من ذلك أنا سأعطي بعض الأرقام. من ضمن 462 ضابطا تركيا من مختلف الرتب الموجودون في قواعد الناتو على مستوى العالم، 237 منهم، أكثر من 50% منهم لهم علاقة بجماعة فتح الله جولان. هذا بعد تحقيقات، هذه أرقام رسمية من تحقيقات تركية. و 200 منهم لم يستجيبوا لطلب الحكومة للعودة إلى تركيا وتحججوا بأمور صحية أو ما إلى ذلك. و 58 منهم، أكثر من الربع من هؤلاء، زوجاتهم لها مشاكل في موضوع امتحان دخول القطاع الحكومي في التوظيف، وهذا أمر معروف جدا، أحد القضايا الكبرى التي فتحت ملف جماعة جولان في تركيا. الأمر الثالث، ما حصل ليلة الانقلاب وقاعدة إنجيرليك العسكرية التابعة للناتو قرب أضنة في تركيا، ليس فقط ما سرب في الإعلام مرة أخرى، ولكن قطع الحكومة الكهرباء عن القاعدة، الحديث عن اجتماعات تمت داخل القاعدة، الضباط الأتراك الذين هربوا من تلك القاعدة ورئيس أو مسؤول القوة التركية في قاعدة إنجيرليك حقق ما هو الآن ما زاره للتحقيق متهم بالاضطلاع والمشاركة في هذه العملية الانقلابية، فضلا عن الطائرات التي خرجت من إنجيرليك وزودت بالوقود ليلة الانقلاب. الأمر الرابع، التوتر الكبير في العلاقات بين أنقرة وواشنطن. نحن عندما نتحدث عن العلاقة عن دعم التركي العفو الأمريكي للفصائل الكردية المسلحة في سوريا، فهذا سابق موجود، وخلال هذا الدعم كان هناك علاقات. عندما نتحدث عن دعمهم لجولان وما إلى ذلك، عندما نتحدث حتى عن الموقف من الانقلاب، وتركيا فعلا قيمت سياستها الخارجية طبقا لمواقف الدول ليلة الانقلاب، لكن واضح أن التوتر وصل حدوداً غير مسبوقة. نحن نتحدث قبل يومين عن عقوبات اقتصادية أمريكية ورد من وزير المالية التركي، وعفوا وزير الاقتصاد التركي زايبكتشي. نحن نتحدث عن لهجة خطاب رسمي تركي تجاه واشنطن غير مسبوقة أبداً تجاه إدارة أوباما وحتى تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، ونتحدث عن انزياح كبير وسريع شبه كامل ليس كاملاً من تركيا تجاه موسكو. هذه الأمور بمجملها مع بعض البعض، أستاذ محمد، تقول إنه تقييم القيادة التركية للانقلاب أن هناك دورا أمريكيا واضحا جدا، حتى تهديدات أنقرة مؤخرا بإغلاق إنجيرليك وعدم السماح بتحليق طائرات للتحالف الدولي أو للناتو منها نحو سوريا، أعتقد أنه يصب في مسار الضغط على واشنطن. واضح أن هناك الكثير من الدلائل والقرائن لدى صانع القرار التركي عن تواطؤ أو ضوء أخضر أمريكي، ليس بالضرورة الإدارة الأمريكية لأنهم يحسنون أو أجهزة نافذة في الحكم، تبادل الأدوار بين الأجهزة والمؤسسات المختلفة. لكن كما قلت ربما من اليوم الأول في الانقلاب، أقول اليوم بعد ستة أشهر أن الجزء الأكبر من المعلومات والقرائن التي متعلقة بهذا الانقلاب ستبقى طي الكتمان ولا نعلم بها أبدا، لكنها تساهم من تحت الطاولة في صياغة الورقة السياسية والضغط بين الأطراف المختلفة. طيب، هذا على المستوى العسكري وتورط قيادات عسكرية وأمنية في الانقلاب، لكن الجناح السياسي الانقلاب، يعني الآن لا نعرف من كان سيكون، يعني كما عنا نحن في تاريخ العربي سوار الذهب في الانقلاب، يعني من كان سيكون الرافع أو المنصة السياسية لهذا؟ هذه هي الأزمة التي تقول إنه جماعة فتح الله جولان أرادت تنفيذ هذه المحاولة بشكل أو بآخر، لكنها لم تظهر لنا في العلن كيف ولماذا، يعني لم تقدم لنا الأسباب التي دفعتها إلى هذه المحاولة الانقلابية. لذلك أنا قلت لك أن هذه المرة المسألة تختلف عن المرات السابقة. ما الذي جرى؟ يعني لماذا هذا الانقلاب؟
الانقلابات في تركيا تحدث عندما يكون هناك أزمات داخلية أمنية سياسية اقتصادية، مواجهات بين النقابات، بين العديد من شرائح المجتمع التركي، وهذا ما عشناه على الأرض. آخر انقلاب 1980 كان بهذا الشكل، عندها تدخلت المؤسسة العسكرية وقالت أنا لابد لي من التدخل، لكن هذه المرة لم يكن عندنا هذه الأزمات وهذه المواجهات، بل على العكس تماما، تركيا كانت في صعود وفي دائما في مجال مفتوح أمامها إقليميا ودوليا. حتى نحن نعرف أنه في هذا العام أيضا تركيا كانت تعاني من أزمات كثيرة في علاقاتها مع العديد من الدول والملفات وتراجع سياسة صفر مشاكل وغيرها، لكن هذه النقطة، هذه المسألة لا تدفع إطلاقا للمؤسسة العسكرية بالتعبير التقليدي الكلاسيكي أقول هذا، لتتحرك وتنقلب على السلطة السياسية، لأنه لم يكن هناك انسداد في السياسة الخارجية التركية الذي انعكس على الداخل اقتصاديا وأمنيا وسياسيا. الآن نقطة أخيرة، أظن أنه المسألة التي تحتاج إلى متابعة أيضا، أنه هذه الجماعة عندما تحركت، هل تحركت بالتنسيق مع جهات خارجية أم لا؟ نحن حتى الآن لا نملك هذه الوثائق وهذه الأدلة. نوجه اتهامات، وكتبنا أكثر من مرة أنه مثلا كما أشار دكتور سعيد أصابع الولايات المتحدة الأمريكية، أنه وبنينا على معلومات وعلى أنباء جمعناها بشكل أو بآخر أن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة في هذه المحاولة، لكن نعرف بشكل جيد أنه زعيم هذه الجماعة متواجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لها نفوذ قوي، علاقاتها قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك ذهبنا وراء السيناريو أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية. وتاريخ واشنطن دكتور، عفوا، تاريخ واشنطن في كل الانقلابات العسكرية التركية. هذه نقطة أيضا مهمة، لكن علينا أيضا يعني الآن تحفظ. عفوا دكتور، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه، هذا الانقلاب كان في حاجة لمن لسياسي يكون داعم للانقلاب، لطرف سياسي، حزب، شخصية وطنية تركية اعتبارية. يعني تقريبا ما حصل في 15 من تموز أو حتى بعده لا يعطي بملامح بأن هناك فعلا داعم سياسي أو هناك ظهير سياسي لدعم الانقلاب. في الانقلابات السابقة أيضا، لن أبتدي دكتور سعيد، في الانقلابات السابقة أيضا كانت المسألة نفسها تتكرر. يعني الجيش يتولى المسألة. نعم، لم نرى هذه القوى السياسية يعني التي تقول أنا أقف وراء الانتخابات والانقلابات وأنا جاهزة لاستلام. يعني في آخر مرة 1980 عدنا نحن إلى السلطة السياسية الديمقراطية 1983 مع ترجوت أوزال وحزب الوطن الأم. يعني ثلاث سنوات انقلابات في تركيا، 1980 الجيش يسيطر. أقول لك أكثر من ذلك، 1983 حزب الوطن الأم يأتي إلى السلطة، لكن رئيس الدولة هو الانقلابي الذي قاد هذه المحاولة. هذه برأيي نقطة. يعني تقريبا هنا تشكل صورة للانقلاب، يعني انقلاب بلا هوية، وهوية يعني غير مكتملة، يعني غير واضح. ولكن دكتور سعيد، أنت أجبت من خلال حديثك أن الرواية التركية لا تقدم دلائل وقراءة حال تورط جهة معينة ما عدا اتهام تنظيم وزير فتح الله جولن. ألا ترى بأن ديمقراطيا ومن باب التعامل بالشفافية مع الشعب التركي أن تقدم رواية رسمية؟ لحد الآن لا توجد رواية رسمية واضحة لستة أشهر بعد الانقلاب. نحن هناك اعتقالات، هناك تحقيقات، ولكن لحد الآن لا توجد رواية رسمية، على الأقل في الحد الأدنى، على الأقل في المستوى التقني، كيف حدث الانقلاب؟ وطبعا هناك رواية رسمية تركية لكنها غير مفصلة. يعني الرواية الرسمية التركية أن التنظيم الموازي فتح الله جولان كان وراء هذه العملية الانقلابية، وأنه كان يريد تغييب السلطة السياسية ليستلم هو الحكم، وأنه كان يسعى من خلال ذلك إلى إعادة تركيا مرة أخرى لحلبة الانقلابات العسكرية، وأنه الخلاف الأساسي هو على تغلغل هذه المجموعة وهذا التنظيم في مؤسسات الدولة المختلفة، وأن هناك خلاف على سياسات العدالة والتنمية أو سياسات الرئيس أردوغان وما إلى ذلك، وهناك تلميحات غابت لاحقا كما ذكرت قبل قليل عن البعد الخارجي. لكن نعم، لكن عندما نتحدث عن هرمية الانقلاب، من الرقم واحد، من الذي كان مسؤولا عن كذا، من الذي كان سيعين، هناك فقط لائحة أو قائمة نشرت كما أذكر اليوم الثالث أو الرابع للانقلاب، كان يفترض أن تكون هي المناصب المختلفة لمن سيتسلم مناصب معينة داخل المؤسسة العسكرية وحتى على مستوى الولاة والمحافظين وما إلى ذلك في البلاد. أما ما دون ذلك فحتى الآن كل الأمر يدخل في الاحتمالات ويدخل في التحليلات ويدخل في التسريبات التي ليست مضمونة الصحة بالضرورة. الآن الحقيقة أعتقد أن هناك عدة أمور. جزء من الموضوع باعتقادي
متعلق بأنه أي رواية سيكون لها تبعات، بمعنى عندما تقدم أنت رواية متكاملة للإنقلاب، من الذي قام به على الأرض ومن دعمه من السياسيين؟ يفترض، ما للأسف دارت بعض التحليلات وحتى ما اسمها التلميحات ربما والتشويش على بعض الأسماء من داخل وخارج العدالة والتنمية، حتى من حزب الحركة القومية مثلا، لكن هذا غير أكيد أبدا وصعب أن يكون أكيدا، وما زال حتى الآن لم يتخذ بشأنهم قرار. الأمر الثاني وتحديدا حتى البعد الخارجي في ذلك سوف يكون عامل ضغط على الحكومة التركية. إذا أنت كنت عارفة أن الدولة الفلانية تدعم هذا الانقلاب، أين هو مسار العلاقات مع هذه الدولة؟ الأمر الثاني وأعتقد له يعني سبب، هو سبب جوهري، أنه عدد الاعتقالات وعدد التوقيفات وملف التحقيق الكبير الحقيقة يثقل كاهل أي دولة، فما بالك لو كانت دولة في عملية انقلابية في حالة طوارئ وما إلى ذلك. نعطي بعض الأرقام، يعني أنا لا أتحدث فقط عن أنه قبل 3 أو 4 أيام ربما كان أول، أو عفوا الأسبوع الماضي كان أول محاكمات وقرارات معينة ولوائح اتهام وعرائض اتهام قدمت لبعض المجموعات هنا وهناك. نحن نتحدث أستاذ محمد عن 3939 شخصية من مختلف الرتب أخرجوا من المؤسسة العسكرية، نتحدث عن 34300 شخص تقريبا بعد توقيفهم وبعد التحقيق معهم تم التحفظ عليهم واستمرار مدة التوقيف، وبالتالي التهم شبه ثابتة عليهم. نتحدث عن حوالي 100,000 أو أكثر من 100,000 من أخرج من مختلف المؤسسات الحكومية، نتحدث عن 162 من الرتب الكبيرة من المؤسسة العسكرية ما زالوا غير معروف أماكنهم فارغين من العدالة، وبالتالي حجم الفوضى دعني أقول أو الترهل الذي حصل في مختلف المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة الأمنية هو عامل مهم جدا. ضخامة التحقيق، عدد الموقفين، الاعترافات، الاعترافات المضللة، جمع الخيوط كلها ورطها بعض البعض يجعل من الصعب جدا تقديم رواية حكومية رغم أهمية ذلك وضرورة ذلك. بشكل أو بآخر أيضا على مستوى السلطة المستوى السياسية. نتحدث في المستوى الأمني، هل تعتبر بأن إقالة وزير الداخلية كخطوة أولى تكفي من أجل ترميم الوضع؟ أنا يعني في الموضوع الأمني تحديدا أنا كنت أطالب وأردد أكثر من مرة أقول أنه ينبغي أن يكون هناك مراجعة شاملة للسياسة الأمنية في التعامل مع جماعة جولان. لماذا؟ لأنه هذه الجماعة استطاعت حتى العام 2013 مثلا أن تستمر في عملية الاختراق والتوغل، وحكومة العدالة والتنمية كانت حتى فترة قريبة جدا تتعامل معها وتفتح الأبواب أمامها. الآن هذه العملية ينبغي أن تذهب وراء مراجعة. سنتعاطى مع بقية المراجعات المؤسسة الأمنية والعسكرية والمستوى العام السياسي، ولكن بعد هذا الفصل فابقوا معنا.
بالنسيا. في مرثيته الشهيرة قال أبو البقاء الرندي: فاسأل بالنسيا ما شأن مرسية، وأين شاطبة أم أين جيان؟ أما بالنسيا واسمها اليوم فالنسيا، ثالث أكبر المدن الإسبانية مساحة بعد برشلونة ومدريد، وكانت ثالثة المدن الأندلسية في عدد السكان أيضا، تقع في شرق الأندلس. قال فيها الأديب أبو زيد عبد الرحمن الأشبوني الأندلسي: إن كان واديك نيلا لا يجاز به، فما لنا قد حرمنا النيل والنيلا. إن كان ذنبي خروجي من بالنسية، فما كفرت ولا بدلت تبديلا. دع المقادير تجري في أعنتها، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. حفر المسلمون على نهرها 31 ترعة ساعدت في ري أراضيها، وبقي اسمها السواقي. أبرز مبانيها التاريخية الباقية كاتدرائية العذراء، كانت جامع المدينة الكبير قبل سقوطها، ومن علمائها سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد أبو الحسن الأنصاري البلنسي. أهلا بكم مشاهدينا، الجزء الثاني من حلقة اليوم من أوراق تركيا. تركيا 6 أشهر بعد الانقلاب. ضيوفنا اليوم الدكتور سمير صالح، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة صباح زعيم، الدكتور سعيد الحاج الكاتب وباحث مختص بشأن التركي. دكتور سمير، باختصار، إقالة وزير الداخلية هل هو دفع ضريبة خلل أمني، أم هي محاولة لترميم الوضع وبداية إصلاح المؤسسة الأمنية؟ يعني أنا لا أسميها إقالة، لأنه كانت هي كما قلت قبل قليل تأتي في إطار عملية النقد الذاتي. يعني لم يكن هناك إقالة بمعنى الرسمي، كان هناك جزء من المراجعة للخطط، لكن أنا رأيي الشخصي مرة أخرى لا تكفي. يعني أن يكون هناك تركيز على وزير داخلية بمفرده في هذه المحاولة، في هذه العملية التي أثرت على الداخل التركي وعلى تركيا في الخارج، صورة تركيا في الخارج أيضا. لذلك لابد أن ندخل في نقاش حقيقي في المرحلة المقبلة. المؤسسة العسكرية دكتور سعيد الحاج، إعادة هيكل المؤسسة، مراجعة المؤسسة، الرتب، يعني تقريبا فتح ملف المؤسسة العسكرية الآن ولأول مرة بهذا الشكل بالشفافية دي، ثم بقوة القرار أيضا. نعم، وبطبيعة الحال يعني الذين شاركوا في العملية الإنقلابية ليست المؤسسة العسكرية رأسها، يعني هي كانت قوات نخبوية لها علاقة بالتنظيم الموازي، وأنا أعتقد أنه كان لها دعم أيضا من أطراف أخرى وأطياف أخرى ربما ليست مكشوفة حتى الآن، لكن شجعت. يعني عندما ننظر مثلا سريعا بعد إذنك فقط، يعني عندك 37 مروحية شاركت في هذا الإنقلاب، 8 منها قتالية، 35 طائرة، 24 منها قتالية، 3 سفن شاركت فيها، حوالي 330 دبابة ومدرعة. نحن نتحدث عن أعداد قليلة داخل المؤسسة العسكرية، والبيان الأول للمؤسسة العسكرية إذا تذكر تناولناه هنا تحدث عن حوالي 0.5% أو 1.5% من المؤسسة العسكرية شاركت في هذا الانقلاب. لكن مفارقة أستاذ محمد كانت أن الرتب العليا من المؤسسة العسكرية كانت مشاركة. أنا أذكر كان آخر إحصاء قبل الانقلاب للمؤسسة العسكرية كان هناك حوالي 580 لواء وأميرال بحر فما فوق في المؤسسة العسكرية، أكثر من 150 منهم كانوا متورطين بهذا الانقلاب. نتحدث عن الثلث القيادات والرتب العليا جدا في المؤسسة العسكرية كانت داخل هذه الوضع. فبالتالي هناك هزة كبيرة جدا، هزة أولا على مستوى سمعة المؤسسة العسكرية للمشاركة في هذا الانقلاب، هزة على مستوى رئاسة المؤسسة العسكرية الذي طبعا أكار، خلص أكار لم يشارك في الانقلاب وفق الرواية الرسمية وما زال على رأس عمل، لكن اعتقل وأهين وما إلى ذلك وحاولوا الضغط عليه، فرمز المؤسسة العسكرية أيضا تعرض للإساءة بطريقة أو بأخرى في هذه العملية الانقلابية. الأهم والأكثر أستاذ محمد كانت عملية الموازنة والموائمة بين المحاسبة وإعادة الهيكلة وضبط المؤسسة العسكرية، واتخذت قرارات كثيرة وما نتطرق لها بعد قليل، وما بين الحفاظ على المؤسسة العسكرية لأهميتها. يعني من ناحية مثلا جهاز الدرك أو الجاندرما كان له دور كبير جدا في الانقلاب، وبالتالي فصل من المؤسسة العسكرية بقرار أو بمرسوم بقوة القانون، ثم بعد ذلك ألحق بوزارة الداخلية. القوات الجوية مثلا كانت من أكثر القيادات أو الأقسام في الجيش أو الفرق التي شاركت في الانقلاب على عدد الاعتقالات من الضباط والطيارين الذين شاركوا في المؤامرة الانقلابية أو لهم علاقة بالكيان الموازي، أصبح هناك حتى نقص وعجز في عدد الطيارين، يكفي للحالات العادية لكن في حالات الطوارئ وما إلى ذلك غير كافي، وكان عددهم أقل من عدد الطيارات. هذه تقارير خرجت أيضا تحدثت عن أنه
التحقيق وإعادة الهيكلة فوق المؤسسة العسكرية أظهر ثغرات كبيرة جدا. صحيح أن تركيا بعد فترة قليلة حوالي شهر فقط من الانقلاب دخلت في عملية عسكرية في سوريا، لكن خطواتها الأولى على الأقل في درع الفرات لم تكن يعني امتحانا صعبا للمؤسسة العسكرية التركية. نحن نتحدث عن جرابلس والراعي ولم يصلوا حتى الآن إلى الباب. وبالتالي أنا أعتقد أن الأمر مهم جدا على مستوى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وعلى مستوى العلاقات المدنية العسكرية في تركيا التي كانت دائما في توتر شديد، فيها إشكالات كبيرة. أربع انقلابات سابقة على هذه المحاولة الأخيرة. الخلفية والمنطق والذهنية السائدة في المؤسسة العسكرية التي هي من أسست الجمهورية هي التي تقوم على حماية وصيانة والدفاع عن مبادئها المؤسسة لها، وبالتالي هي وكأنها قيمة على الجمهورية التركية. هذه كلها على الدالة والتنمية تحديدا برئاسة أردوغان عملنا سنوات طويلة جدا في تفكيك هذه المنظومة. الآن مرة أخرى محاولة انقلابية من داخل المؤسسة العسكرية ومحاولة من القيادات السياسية والمدنية لإعادة ضبط الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية. صعب جدا أن يتم ذلك في 6 أشهر، وصعب أن يتم ربما في سنوات. تغيير عقيدة ومنظومة الأفكار في هذه المؤسسة سيأخذ وقتا طويلا جدا. وبالتالي الأهم وجملة أخيرة أستاذ محمد اسمح لي، في ظل منظمة سرية جدا شديدة الولاء شديدة السرية والكتمان والتقية مثل التنظيم الموازي، إلى أي مدى يمكن الوثوق بأنها قد طهرت أو نظفت بين مزدوجين تماما المؤسسة العسكرية؟ عندما نتحدث عن كل هذه الرتب التي اكتشف فجأة أنها مع الكيان الموازي، أي منها أو كم عدد الآن المستترين الذين لا نعرف عنهم شيئا؟ هذا سؤال المستقبل مهم جدا أيضا. دكتور سمير، حتى نختم مع الملف الأمني، يعني بعد انقلاب محاولة الانقلاب الفاشلة، عمليات إرهابية تعددت وتكررت في تركيا وفي كل تركيا تقريبا، يعني جغرافيا ومكانيا وزمنيا تلاحقت ثم امتدت على كل تركيا. هل هذا يعود إلى أن المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية عرفت هزة، وبالتالي هذه الهزة فتحت ثغرات تسلل منها الإرهاب؟ لا أظن فقط أن يعني هذه العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا في الأشهر الأخيرة مرتبطة فقط بموضوع المحاولة الإنقلابية الفاشلة. هناك أكثر من عامل ونقطة ينبغي مناقشتها خلال طرح هذه المسألة. يعني طبعا جماعة جولان تريد أن ترد بشكل أو بآخر على ضربها بهذا الشكل وإخراجها تماما من المشهد الداخلي، لكن أنا أرى أنه البعض الذي نسق وينسق مع هذه الجماعة لم يتراجع عن مخططه الأساسي في التعامل مع تركيا على المستوى الداخلي أو على المستوى الإقليمي. تركيا في الأعوام الأخيرة استطاعت أن تحقق أكثر من إنجاز سياسي عسكري استراتيجي أمني وغير ذلك. الآن هذا الصعود التركي أزعج الكثيرين، لذلك أنا أرى أنه عملية الاستهداف كانت في الأشهر الأخيرة عبر هذه العمليات الإرهابية. لكن هناك نقاش أساسي أيضا ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار، أنه ما الذي أفشل هذه المحاولة الإنقلابية؟ يعني لماذا فشلت هذه المحاولة الإنقلابية؟ هذه نقطة أساسية برأيي ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار. المؤسسة العسكرية كما قلنا لك قبل قليل لم تدعم، بالعكس المؤسسة العسكرية تحركت بشكل قوي للرد على هذه المحاولة، نقطة أولى. نقطة ثانية، تحرك القيادات السياسية بشكل سريع في الساعات الأولى للرد وتحريك الشارع. نقطة ثالثة، تحرك الشارع استجابة لرغبات السلطة السياسية. شهر، أكثر من شهر، شهر ونصف المواطن التركي في الميادين والساحات ولم ينسحب. هذا النقاش مهم جدا على ضوء يعني ما جرى، كان يعني لتحليله والتعامل معه ليس فقط على المستوى الأكاديمي والاستفادة مما جرى في تركيا، بل قد تكون مسألة نقاش في مسار الديمقراطية ليس في تركيا بل على مستوى المنطقة. سنعود له في مسألة استشراف المستقبل. الدكتور سعيد، الاقتصاد التركي يعني يشكو أزمة، يشكو بعض التعثر خاصة مع انخفاض صرف العملة التركية الليرة مقابل الدولار. حالة طوارئ أعلنت أيضا هي من تداعيات الوضع الأمني. هل الاقتصاد التركي يدفع ضريبة فشل محاولة الانقلاب؟ بطبيعة الحال لا شك أن هناك جزء من الأزمة الاقتصادية بمحاولة انقلاب مالي، يعني حاليا يعني جزء منها الحقيقة مرتبطة بالانقلاب، بمعنى رأس المال جبال كما يقال. وفي بلد كان في محاولة انقلابية فاشلة، حالة أمنية، حالة طوارئ
أعلنت في البلاد من ذلك الوقت ثم جددت أكثر من مرة ما زالت مستمرة، فضلا عن العمليات الإرهابية والانتحارية والتفجيرات وما إلى ذلك، فالوضع الأمني بشكل عام غير مستقر بطريقة أو بأخرى. ثم هناك الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة في مواجهة التنظيم الموازي وكل من له علاقة معه، هذه بالحقيقة تخيف أو أخافت بعض المستثمرين لأنها وضعت يدها على بعض المصارف، بعض المؤسسات المالية وما إلى ذلك، فضلا عن أنه يعني حالة الطوارئ بشكل عام اعتبارها استثناء للقانون وللدستور، فهي تخيف أي رأس مال بطريقة أخرى. ولذلك لاحظنا مؤخرا ربما عادت الحكومة التركية فتح باب الجنسية التركية للمستثمرين فوق أرقام معينة في محاولة لجذب الاستثمار. جزء ثالث أو سبب ثالث لهذه الأزمة الاقتصادية أستاذ محمد بما له علاقة بالانقلاب هو حالة الاستهداف، بمعنى إذا نحن قيمنا أنه الانقلاب الفاشل في تموز يوليو الماضي كان جزء منه على الأقل إن استهداف خارجي لتركيا، فإن فشله يرفع المستوى الاستهداف إلى مستويات أخرى، جزء منها العمليات التفجيرية والانتحارية وما إلى ذلك، وجزء آخر منها اقتصادي. الاقتصاد والأمن دائما هما الأداتان اللتان تستخدمهما الأطراف الخارجية أو الدول العظمى في الضغط على هذه الدولة أو تلك، ورأينا كيف حصل في أكثر من بلد إنه عامل الأمن والاقتصاد في ثورة مصدق في إيران، في الانقلاب على مرسي في مصر، في غيرها الكثير من البلاد الحقيقة. لكن برأيي الشخصي الحقيقة، وأنا لست خبيرا اقتصاديا لكن وفق متابعاتي، أنه هذا ليس هو السبب الوحيد. يعني فكرة الاستهداف والمؤامرة والضغط موجودة لكنها ليست السبب الوحيد. حتى قبل الاقتصاد نحن نتحدث عن كل هذه الأزمات بالإضافة إلى الأزمة العالمية الاقتصادية العالمية. نحن نتحدث عن محيط تركيا الله في سوريا والعراق، وتركيا متأثرة بهذا الأمر. نحن نتحدث عن تقدم الدولار الأمريكي في مواجهة كل الاقتصادات النامية ومن ضمنها تركيا والبرازيل، وبالتالي كانت تركيا نصيب منها، إضافة إلى الهزة التي حصلت بعد انتخاب ترامب والفترة الانتقالية وما إلى ذلك. كل هذا الأستاذ محمد لو جمعته مع بعضه البعض سوف يؤدي إلى أزمة معينة. لا أستبعد أن يكون حتى جزء من الأزمة الأخيرة له علاقة بسحب استثمارات معينة وبالتالي ضغط على الليرة التركية أمام الدولار، لكن أعتقد أنه هناك أسباب ذاتية وموضوعية كثيرة للاقتصاد التركي. كثير من الخبراء والاقتصاديين وحتى بعض الوزراء والنواب في العدالة والتنمية يتحدثون عن هذه المشاكل في الاقتصاد، وأنه يحتاج أن يطور ويحتاج إلى إعادة هيكلة وإصلاحات جذرية بنيوية في الاقتصاد التركي تضعه على سكة التطوير السريع. ربما في المستقبل القريب جدا نأمل أنه في انتهاء حالة الطوارئ، في نهاية النقاشات السياسية والجدل السياسي الداخلي، في استتباب الأمر ولو جزئيا ونسبيا في سوريا مع دخول ترامب للبيت الأبيض، يعني عدد من الأسباب ربما لو فككت نوعا ما قد يكون ذلك مساهمة في ضبط تراجع الليرة التركية، ولا أتوقع أن تعود تماما إلى حالة التعافي التي كانت عليها قبل أشهر أو قبل سنة. هو حقيقة ممكن الوضع الأمني وعن محاولة الانقلاب الفاشلة هي عطلت إعادة هيكلة وأصلاح الاقتصاد وبالتالي تفاقمت الأزمة. قد يكون. دكتور سمير، نأتي إلى أم المعارك في الجبهة الداخلية، تغيير النظام الرئاسي، عفوا النظام السياسي، والذهاب إلى نظام رئاسي، ويعني تغيير النظام من برلمان إلى رئاسي. هل الانقلاب سرع هذه الخطوات وجعل حزب العدالة والتنمية يطرح هذا الموضوع البرلمان ويذهب فيه سويا مع حزب الحركة القومية نحو الإنجاز؟ نعم، يعني سأجيب مباشرة، لكن عندي تعقيب في موضوع الاقتصاد تحديدا، وباختصار لأنه مسألة مهمة هي مسألة الاقتصاد في تركيا. أنا لا أتفق كثيرا مع الدكتور سعيد أنه الاقتصاد التركي بحد ذاته في الداخل هو الذي يعاني من مشاكل أو أزمات، إذا كنت قد فهمت هذه القراءة. بالعكس، أنا أرى أنه الاستهداف مرتبط مباشرة ليس فقط بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، باستهداف الصعود التركي مباشرة اقتصاديا وإنمائيا. تركيا حققت إنجازات لا يمكن إطلاقا الاستخفاف بها على مستوى المنطقة، أكثر من المنطقة، على مستوى العالم. يعني كل هذا الصعود التركي الاقتصادي المالي الاستثماري، كل هذه الأرقام الكبيرة لابد أن تعني لنا شيء أو يعني محدد في العمل السياسي وفي العلاقات الدولية. تركيا دخلت في بين اللاعبين الكبار، وهذا الصعود أزعج كثيرين اقتصاديا على مستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. لذلك لابد من، لن أقول إيقاف تركيا عند حدها، لابد من فرملت هذا الصعود، لأنه بدأ يشكل خطر. يعني تركيا عندما تقول أنني أدعم الشعب السوري الوافد من سوريا 3 ملايين شخص، أنا أدعمهم ب 21 مليار دولار،
في معملية من هذا النوع ينبغي أن نفهم جيدا أنه هذه يعني قوة الاقتصاد التركي. تركيا لم تكن قبل 10 سنوات أو 15 سنة تتحدث بهذا الشكل مع دول الجوار مع دول المنطقة. قوة تركيا المالية الاقتصادية فتحت الطريق أمامها لتذهب وراء ملفات استراتيجية في المنطقة، لذلك تم استهداف الاقتصاد التركي لقطع الطريق على الصعود التركي السياسي والاستراتيجي. هذه نقطة علينا برأيي أن نأخذها بعين الاعتبار. لا نعم العودة للسؤال لن أطيل حتى أتركي. الدكتور سعيد تريد معلقة تعقب عن لا طبعا أنا قلت جزء الاستهداف موجود وأساسي، لكن أيضا هناك مشاكل، بمعنى صعود الاقتصاد التركي كان يعتمد على مشاريع البنية التحتية، يعتمد على الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير جدا، والقطاع السياحي، وبالتالي الهزات الأمنية في الداخل والخارج إضافة للضغط الخارجي أثرت بشكل كبير جدا. لكن أيضا هناك مشاكل بنيوية في الاقتصاد التركي، لست خبيرا لا أريد أن أتناولها، لكن لو عدنا للمقارنة في كثير من التقارير الرصينة العلمية حتى التصريحات يعني أزمة النمور الآسيوية مقارنتها بالأزمة التركية الحالية، عندما نتحدث حتى عن تقرير لفورين أفيرز كان يتحدث عن 5 أسباب رئيسية منذ قبل أشهر، أنه كيف أن الصعود التركي ومن ضمنه أيضا الاقتصادات النامية البرازيل وغيرها ستتراجع الآن ولن تستفيد كما كانت مستفيدة من قبل سنوات من التراجع الأمريكي، وبالتالي هناك أسباب داخلية ذاتية وهناك أيضا أسباب خارجية للاستهداف، لسنا مختلفين كثيرا. دكتور سمير نعيد سمير عفوا نعود وبسرعة، يعني النظام الرئاسي هل سرع الانقلاب ذهب نحو إنجاز هذا المشروع؟ يعني نقطة مهمة، حزب العدالة والتنمية بعد هذه المحاولة الانقلابية استفاد من دعم المؤسسات السياسية، المنظمات الاجتماعية في تركيا، والمعارضة نقطة مهمة جدا وقفت إلى جانبه، يعني كما تعرف مهرجان تاريخي في ينيقب، وهذا يعني تركيا كلها كانت هناك. برأيي أنا نقطة نقد، كان على العدالة والتنمية أن يستفيد من هذه المرحلة وهذا الدعم وهذا الانفتاح الوطني ليذهب وراء مسائل غير مسألة تعديل الدستور في هذه المرحلة. مثلا تعديل الدستور أنا دائما أقول أنه مسألة حساسة وينبغي أن يكون فيها الكثير من الإجماع، عدديا من الممكن يعني عدديا تحت سقف البرلمان أن يذهبوا بهذا الاتجاه وستمر هذه التعديلات الدستورية، المواطن أيضا قد يدعم، لكن هل هذا يكفي لأن يكون لنقول أنه بعد 3 أشهر وأربعة أشهر تركيا دخلت في نظام سياسي دستوري جديد بهذا الشكل، هل سيكون هناك غطاء دائم لهذا التحول؟ لا نريد أن نذهب مرة أخرى نقاش جديد دستوري بعد 2 أو 3 أعوام عندما نرى التحولات في الداخل السياسي، لأنه هذه المعارضة الآن تنتقد حزب الشعب الجمهوري إذا ما وصل إلى السلطة، طبعا هذه السيناريوهات إذا ما جاء إلى السلطة سيراجع كل ما جرى حتى الآن. يعني الدكتور سمير كانك تقول هو لم يسرع ولكن حزب العدالة والتنمية انتهز الفرصة. حزب العدالة والتنمية يقول أنه تركيا تحتاج بعد العملية الانقلابية التي جرت إلى هذه العملية التغيير الجذرية هذه سياسيا ودستوريا ويبني على أساسها والذهاب يعني هو انتهز هذا الزخم الشعبي يعني وهذا الدعم من الشعبي خاصة لشخصية رئيس أردوغان. لكن هناك كما تعرف حزب صغير في المعارضة يقف إلى جانبه، حزب الحركة القومية الذي كان ينتقده دائما، هذا يعني أنه كذب يعني ليس بمفرده في عملية التغيير الدستورية هذه، ينبغي أن نأخذها. أكيد هناك حسابات سياسية. نذهب إلى السياسة الخارجية دكتور سعيد، العلاقة مع الولايات المتحدة أشرت في مداخلتك أنا الولايات المتحدة، يعني القراءات الأولى في المحاولة الانقلابية أنها كانت تقف، كانت أعطت الضوء الأخضر، احتضنت بعض أو هي يقيم عندها فتح الله يقولون ثم احتضن بعض من أطر هذا الانقلاب، هذه كانت القراءات الأولى للانقلاب في عند بعض المحللين الأتراك، وحتى هناك رأي عام تركي تشكل في هذا الإطار. لكن الآن 6 أشهر بعد الانقلاب أكيد السياسة الخارجية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أصبحت لها ملامح أخرى. يعني بطبيعة الحال شوف في نقطة ربما لم نتحدث فيها كثيرا ولا نريد أن نسيب بها، لكن تاريخ الانقلابات في تركيا كله وراءه الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني تحديدا من ضمنها انقلاب 1780 يعني كان انقلابا أمريكيا بالكامل وكان واضح وكتب ذلك حتى في مذكرات بعض القادة الأمريكان، إضافة لما ذكرته قبل قليل في بداية الحلقة من علامات استفهام على حول الدور الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أحد الأسئلة التي لم تجب أستاذ محمد، تسألت عن وذكرت الأسئلة التي لم تجب حتى الآن بعد 6 أشهر. هناك شخص اسمه عادل أكسوز أستاذ شريعة معروف بانتمائه لجماعة جولان،
ضبط في ليلة الانقلاب في القاعدة العسكرية الجوية التي كانت تدير العملية الانقلابية ضمن مدنيين آخرين، وهو مدني بلباسه المدني، أستاذ في الجامعة. ما الذي تفعل هنا؟ كنت أحاول أن أرى قطعة أرض أريد أن أشتريها في الساعة 9، 10، و11 ليلا. هذا الشخص اعتقل للتحقيق وهرب أو أخلي سبيله بطريقة أو بأخرى، ثم بعد ذلك اختفى وكأنه كما يقال فصم الحذاء في البلاد المصرية. هذا الشخص حتى الآن يظن أنه الرقم واحد حتى الآن المعروف، وكان صلة الوصل بين المجموعة الانقلابية في الداخل وبين فتح الله جولان في الولايات المتحدة الأمريكية. 6 أشهر مرات وحتى الآن لم يستطع أن يصل لهذا الشخص. يعني نتحدث الآن عن الإرهابي الذي فجر ليلة رأس السنة بعد 16 يوما بعملية أمنية معقدة وصل له وضبط. نتحدث عن 6 أشهر شخص معروف تاريخه وعائلته واسمه وصورته في المطارات وما إلى ذلك ومن قبض عليه ولماذا اختفى ولم يعد له أثر. وبالتالي نحن نتحدث فقط عن إمكانيات ذاتية له هرب بها من خلالها، نتحدث إما عن تواطؤ كبير داخل المؤسسة الأمنية وهو وارد أن جماعة جولان متنفذة، وإما عن جهاز استخبارات خارجي أو أجهزة استخبارات خارجية استطاعت ربما أن تخرجه خارج تركيا. نحن لا نعرف أين هو. وبالتالي البعد الخارجي أستاذ محمد مهم جدا. لأن ما الذي انعكس أو أثر في هذا الانقلاب على السياسة الخارجية التركية؟ أنا أعتقد أنها أثرت بسياقين حتى لا أطيل عليك كثيرا. الجزء الأول متعلق بتقييم القيادة التركية أنه الحلفاء الغربيين خذلونا، جزء منهم سكت، جزء منهم وقف رمادية أو متأخرة، وجزء منهم قد يكون متواطئا، وبالتالي ليس هناك أمان لتركيا وضمان أن تبقى في ظل هذا الحضن الغربي. وبالتالي كان التقارب الذي بدأ سابقا قبل الانقلاب مع روسيا تسارعت خطواته أكثر على هامش وعلى أنغام التوتر مع الاتحاد الأوروبي والتوتر مع الولايات المتحدة الأمريكية وحتى مع حلف شمال الأطلسي. الأمر الثاني المتعلق أيضا بالسياسة الخارجية وباختصار لو سمحت، وباختصار شديد، أن الرسالة وصلت لصانع القرار التركي. هذا أنا دائما ما أقوله الحقيقة. نعم أفشل الانقلاب لأسباب كثيرة، ولكن في نهاية المطاف الرسالة المتعلقة بالغضب في الخارج وعدم الرضا عن الصعود التركي، عن الدور التركي، عن الاقتصاد والسياسة التي أدت إلى محاولة الاستقلالية نسبية في السياسة الخارجية التركية، أدت إلى هذا العقاب بالمحاولة الانقلابية، وأعطت إشارات أنه ممكن أن يكون هناك مستويات أخرى من الاستهداف. وبالتالي هذه الرسالة وصلت، فحاولت تركيا قدر الإمكان أن تعود لسياستها السابقة. لا نقول هنا صفر مشاكل، لم يعد لها وجود، ظروف مختلفة، لكن الشعار الذي أطلقه بن علي يلدرم منذ اليوم الأول لتسلمه رئاسة الحزب الحاكم والحكومة، تكثير عدد الأصدقاء، تقليل عدد الخصوم، رأينا الخطوات نحو روسيا، رأينا تغير المواقف في الملف السوري نوعا ما، زياحات في الملف السوري، تقارب مع دولة الاحتلال، عودة السفير الإماراتي، الزيارة المؤخرة من يلدرم إلى بغداد، الخطاب مع إيران تغير، نرى استدارة معينة لتهدئة مسارات السياسة الخارجية التركية وتخفيف التوتر مع مختلف الأطراف لتخفيف حدة الاستهداف على الداخل. هذا الحقيقة سياق لا يقل أبدا أهمية عن السياق الآخر المتعلق بتقييم علاقات تركيا الخارجية. أنت خففت علي بعض المحاور كالتقارب مع روسيا والملف السوري. دكتور سمير، يعني نحن في ختام الحلقة يجب أن نفتح الأفق، كيف نستشرف مستقبل تركيا؟ هل تخطط تركيا فعلا خطر انقلاب؟ هل المؤسسة العسكرية أمينة الآن على الخيار الديمقراطي وعلى المؤسسة أو على الديمقراطية كمؤسسات وكقانون كأجهزة حكم، أم ما زال هناك الخطر قائم بشكل أو بآخر؟ يعني كما قلنا لك في البداية، المسألة هي أبعد من أن تكون مسألة مؤسسة عسكرية. المؤسسة العسكرية في تركيا شهدت أكثر من حملة تغيير في نظامها الداخلي، في العديد من القوانين، في التشريعات، طريقة عملها مع السلطة السياسية، بنيت مجلس الأمن القومي التركي. أنا لا أرى مشكلة الآن في المؤسسة العسكرية لناحية مسألة الانقلابات أو ذهاب وراء انقلابات. هذه المسألة برأيي صفحة طويت، والدليل أنه ما جرى كان جماعة جولان بالتنسيق مع كما قلنا فورين أفيرز، يعني البعد خارجي ودفع خارجي، تحريك أصابع خارجية، هي التي حركت في ليلة 15 تموز لهذه المحاولة. لماذا؟ لماذا يعني 15 تموز واستهداف مباشر؟ لأنه كما قلت لك أنه تركيا في سياساتها أزعجت الكثيرين على مستوى الإقليم وعلى مستوى العالم. نقطة ثالثة برأيي في غاية الأهمية، في حزيران المصرمان كتب مادة وقلت أنه تركيا عليها أن تراجع سياستها الخارجية، ربما دكتور سعيد يعرف، وفصلت لماذا. لو كانت تركيا راجعت قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة سياساتها الخارجية في التعامل مع الملفات الإقليمية، الكثير من الملفات الإقليمية، ربما أنا وأنت ودكتور سعيد الآن هنا كنا نناقش ملفات أخرى ومواضيع أخرى. لا أريد أن أبالغ وأقول أنه
ربما قد تكون محاولة انقلابية أزيلت، لكن أظن الآن كما سألت عن الموقف الغربي الأوروبي، لماذا هذا الصمت؟ هذا الصمت سببه برأيي مباشرة انزعاج من سياسات ومواقف تركيا على المستوى الخارجي. يعني دكتور سمير، المستقبل سيكون في مراجعة الملفات الاستراتيجية الخارجية أساسا. دخلنا في هذه العملية بشكل قوي بشكل لكن أعمق وأوسع. نعم، لكن في نقطة المسألة تقلقني أنا شخصيا فقط، مسألة التعديلات الدستورية. أنا أتمنى وما زلت عند رأيي أن تكون في إطار جامع لشرائح المجتمع التركي وفيها شريحة واسعة من الدعم والتأييد والمشاركة. دكتور سعيد، كلمة لك باختصار شديد. يعني في جملتين، نعم هناك تغير كبير جدا، وهناك وعي شعبي بعد 241 شهيدا، بعد 2185 جريحا، هناك وعي شعبي لأنهم شاركوا في صد الانقلاب. وبالتالي أنا لا أتفق على أنه خطر الانقلاب زال تماما، لكن أي انقلاب قادم لا قدر الله سيكون أصعب بكثير وستكون كلفة باهظة جدا، وذلك سيفكر من سيقوم به عشرات آلاف المرات قبل أن يقوم بها، لكن يبقى واردا. الأمر الثاني، لأن تركيا ما زالت ديمقراطية ناشئة، لم تتم أو تنجز مسارها الديمقراطي بعد. الأمر الثاني الأهم أستاذ محمد، أنه نحن نتحدث عن الانقلاب وبعده انتقل لاستهداف اقتصادي، انتقل لاستهداف أمني، وبالتالي التحدي مختلف الآن، عمليات التفجير، عمليات الانتحارية وما إلى ذلك، وسيناريو الفوضى والاغتيالات واضح جدا. لا أتكلم فقط عن اغتيال السفير الروسي، الشخص أو الشرطي الذي قام باغتيال السفير الروسي ظهر أنه كان مشارك في 8 لقاء جماهيري للرئيس أردوغان في أنقرة ضمن الحراسة في الدرجة الثانية أو في المحيط الثاني لحمايته، وبالتالي وكأنها رسالة أو إشارة على الأقل أنه في مكان ما لا قدر الله قد يصار إلى اغتيالات سياسية بمستوى كبير جدا في تركيا. وبالتالي أنا أقول طالما الاستهداف ما زال موجودا من الخارج، وطالما ديناميات التوتر والاستقطاب في تركيا في الداخل، وهذه لم تأتي الفرصة لنتحدث عنها، وتعديلات الدستورية جزء مهم جدا من هذه حالة الاستقطاب، سيكون دائما حالة الاستهداف قد تأخذ مسار لا قدر الله انقلابات أو اغتيالات أو فوضى أو استقطاب وحدته في الشارع وما إلى ذلك. وبالتالي أنا أعتقد أن تركيا لم تتخلص تماما من تبعات انقلاب 15 حزيران، عفوا تموز يوليو، ولكنها انتقلت من مستوى استهداف لمستوى استهداف آخر، من مستوى تحدي إلى مستوى تحدي آخر. وبالتالي فالأسئلة المطروحة اليوم على صانع القرار التركي متغيرة، لكنها علاقة دائما بالمشهد السياسي الداخلي وأيضا بالسياسة الخارجية. هو تقريبا العامل الأساسي والمحدد والحاسم في المشهد كان الشعب التركي. نحن لم نتحدث اليوم عن الشعب التركي في حلقات قادمة فوق الذكرى الأولى لفشل هذا الانقلاب، سنتحدث عن الشعب التركي. شكرا لك دكتور سمير صالح، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة صباح الدين زعيم، دكتور سعيد حاج الكاتب والباحث مختص في الشأن التركي. مشاهدينا الكرام، هكذا أتينا نهاية حلقة اليوم من أوراق تركي، حتى نلتقيكم في أمل الله. شكرا لكم.